طب معلش برضه دكتورة هالة، هنسقف والله هنسقف. بس هاتولنا اللوحة اللي قبل دي. أيوة من فضلكم وقفوا هنا، بس أنا بس عايزكم تتوقفوا عند الرقم ده. الدكتورة هالة بتقول إن إحنا كل سنة بيدخل سوق العمل 900 ألف المليون. خلينا نحفظ المليون. تمام يا فندم. نحفظ المليون. طيب لو إحنا النهاردة في 22 ل 25 يعني تقريبا 3 سنين، يعني انت عايز توفر فرص عمل 3 مليون خلال ال3 سنين دول. مظبوط. والمفروض انك انت بتوفر فرصه عمل يعني على الاقل بحد ادنى من المرتبات يعني. مظبوط. فانا عايز اقول لكم بس توقفوا عند الارقام ديت، لانها ممكن تبقى قدامكم كده واحنا بنقولها. انا بكلم كل الناس، مش بكلم حد بعينه، بكلم كل بيت مصري، بقول له قول لي وانتبه معايا ازاي نوفر 3 مليون فرصة عمل لأولادنا وبناتنا خلال ال3 سنين اللي جايين او ال4 سنين اللي جايين. مليون فرصة عمل كل سنة او 900 ألف فرصة عمل كل سنة، ده زيادة عن اللي موجود في السوق يعني. مصر. فأنا بس عايز أقول الرقم ده توقفه قدامه قوي، لأن ده مش بسيط، ومفيش دول في العالم تقدر كتير على الأقل باللي زينا يعني يقدر يوفر فرص عمل للحجم ده سنويا. طب بس مش هنقف عند 25 و26، طب يا ترى لغايه سنه 30؟ ما هو النمو ده بالطريقه ديت معناه ان هو المليون كل سنه برضو، مش كده يا دكتور؟ مظبوط. طب هل احنا هنقدر نوفر نولد فرص عمل لمثلا لغايه 2030 8 سنين يعني 8 مليون؟